تعمل كده ليه؟ ده دم الولية؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده، وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الولية؟ ما ترد عليا. لما سألت عليها البواب قال لي انها مراته. مرات مين؟ عملت ايه في شغلانه امبارح؟ خلصت؟ خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليا ومبقاش ليا حد. علي انت رافع كمية؟ لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح يا علي، غير هدومك وارتاح. عايز الأراجي تفتون مراتي، الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف في وشي بشوفش غيره. عينيا لو دمعت هخزقهم، بس انا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره، اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا دايما. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزان. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده حسيت اني استريحت، حسيت اني خدت بداري. عايز اقتل الناس كلها. انا بس اخليكي كل ما هتبصي في المرايه you
الترباز راشد علي هو اللي قتل راشد. علي سويت انا تسويت وخلاص. علي قتل راشد قتل وخلاص. وانا تسويت بعدين بقى دي رابع نسخه من العقد وبرضه وزاره الاسكان عاوزه تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافله تليفونها ومختار ما بيردش عليا، انا مش عارف اعمل ايه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطله. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف. الله يرحمك يا مراد. ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع. ارجع ارجع سنه كمان ارجع ماشي ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما حضرتك امرت. اثنين في ظهر الفيلا من ورا غير الثلاثه اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضه في الطرف الرابع غير الثلاثه اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ اه يا باشا هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت أمرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا أكتر ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة.
متشكر. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك باشا. ها هو في خطر على حياه مدام داليا؟ لا، احنا بس شفنا حد في الجنينه افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي، فقلنا نامن نفسنا. ماشي يا باشا، تحت امرك يا باشا. ماشي، ارجع يا ابني امن السور يا ابني، ارجع عينك مفتحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا ما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده مش هقعد. راح فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست. مش هينفع. خش جوه احمد. ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوه بتاع بولاق. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست، مش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. والنبي يا مدام قولي اللي قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ عسليه؟ عسليه؟ عسلية عايز اقول لك حاجة. عسلية سيبوني اكلم عسلية اقول لها حاجة. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت بتتكلم منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروح في حتة دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعال تعال. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام لما قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر حاضر باشا. نفهم بس. اتفضل اتفضل يا باشا. يا فندم دلوقتي عندها صدمة عصبية، عموما نادتها منوم قوي، لازم بس نستنى شوية على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش أي حاجة جديدة؟ لا خالص، كل اللي على لسانها إن اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك أنت. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. انا مش فاهمة بتقولي ايه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا انا مش فاهمة بتتكلمي على ايه خالص. انا جايلك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة انكم عملتوا لي جميلة مش هنساها لكم عمري. انا النهاردة خلصت من اكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. انا مش فاهمة بتتكلمي على ايه. مش مهم مش مهم تفهمي. انا جاي النهاردة اعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لي في حسابك في البنك ومسيب لك الفيلا دي كلها فوق. 100 مليون حلوين بتوع ايه دول؟ مقابل الشركة. تصدق ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك. انت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب
بص ما اقولك، انا جه عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول، عارفه علمتني ايه؟ سأليني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. ايوه يا سامح، انا لسه خارجه من عندها حالا، كل حاجه باظت. عرفت ان احنا اجرنا حد عشان يقتلها، طلعت تعرفه؟ معرفش، بقول لك معرفش. وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 لا، انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاثنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها، اوكي؟ يلا باي. ايهاب، انت مش متخيل انا ازعجت قد ايه من اللي حصل لفتوم. الحقيقة أنا معرفتش التفاصيل. أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت، أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. يا هل للدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب، كانت عجباني قوي. وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ، بس جسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما، هوامي رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ اهدي يا ماما، اهدي بس. قوامي يا ماما، قولي لي عايزة اهدي، اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى، اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعني كويس؟ زي الفل. سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ أنا جوزي ما اسموش عادل. أنا جوزي اسمه روي. أجدع فتوة فيكي يا بني. علي روي. أمال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك إيه؟ قلت ما اسموش عادل. يبقى جوز أختي عسلية. بس هي بقى سابته هرب. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد. راشد الباشا بقى ضرب له بطاقة. اصل هو قتل الونش لما عليه جوزي دخل السجن، بس انا هصالحه. اصل علي ده، علي ده حبيبي. انا هو بنحب بعض طول العمر. أو النعمة، لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه أبدا. اهدي اهدي، أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟ أنت تعرفيها؟ أعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامة.
حاجة غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إنه ربنا انتقمني منها، وأكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفها بالمنظر ده، بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض، بس دلوقتي خلاص معلش. الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة، ناس كتير زي أختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية يتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زي بالظبط. متهيالي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس، وكأنه في خط اترسم لنا على الارض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الارض ولازم نمشي عليه، بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار، وعشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ لو ما كنتش جيتي النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، انا الفتره دي تعبانه ومش مركزه في الشغل، عندي شويه مشاكل. لو في اي قرارات في الشركه مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح عن الشركه لغايه ما اخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا استاذ عبد الحميد. عن اذنك يا دكتور. انا عايز اجتماع اللجنه الهندسيه يكون النهارده لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناقصه بتاعت البنك تجيلي. حاضر يا استاذ مختار. كنا رحنا اشرف في الحسابات اللي في جهاز الورقه. ابعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهارده اجتماع اللجنه الهندسيه، عايز خطه التسويق تكون كامله. بقول لك وحشتني، ممكن اعرفك ما تسالش عليا ليه؟ معلش اصلي مشغول شويه اليومين دول. الو. الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. بجد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابل حرامي؟ يا دانيا، ايه الصوت اللي جنبك ده؟ حل عني، انا هخرج يعني. هاخرج دانيا، انت معاني؟ والنعمة لك. وانا اما بيكسب يا نهار اسود يا عسلية الحيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت سيبها لو سمحت. مالك يا حبيبتي؟ النبي انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بولان. طب معلش يا مختار، انا مضطر اقفل دلوقتي. مع السلامة. لا مؤاخذة، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انتي اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولان.
بدل الزفت اللي انا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى، وبعدين هاخدك على بولاق. انا عايزه اروح اشوف علي، عايزه اروح بولاق اشوف جوزي. عارفه لو صوتتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك، مش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه نمبلي، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمة، ما بحبوش. ولا الزفت راجل بحب، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية، والله انا عايزه اجيب وش تاني. اه يا اختي والنعمة، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافة السكة، انا مش هتأخر عليكي خالص، انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. عيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش. ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعملي فيا كده؟ ماشي عسلية، حاضر. انا اسفه يفطر اني عرفت علي على مكان. صباح الخير. صباح النور. في حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية. تفضلي. مختار، أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك إن أنت إنسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيلة أبداً إن اللي بينا ينتهي بالسرعة دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ آه ممكن. مختار، أنا كل يوم بحاول أقنع نفسي إن إحنا أصحاب، لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده. ليه يا مختار؟ عشان انا مش عايز ازعلك. ليه؟ هو انت ما كنتش مبسوط وانت معايا؟ كل حاجة، انا حتى مش عارفة كان ايه كل حاجة بينا. انا كل اللي انا عارفاه ان انا كنت مبسوط. للأسف كنت مبسوطة وأنا معاك. أنا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، أنا عمري ما اتأخرت بره بيتي وشربت وثقت فيه. مروة، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا أنا مش كول قوي كده زيكم يا مروة. إحنا اتنين أعجبنا ببعض زي ناس كتير، قربوا من بعض، انبسطوا شوية وخلاص كل حاجة بيروح لحاله، والله أعلم جايز بيتقابلوا تاني بعدين. ايه بدري يا بتحسن؟ أنا ما صدقتش لما قالوا لي إن
تفتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مره لغايه دلوقتي؟ 11. حلو، عجباني، احلى مني. مش حقيقي، الاصل احلى. وبعدين معاك، احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ اني هقعد احب فيكي كده عمال على بطال لغايه لما تغيري رايك. مختار، احنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم بجد. انا عارفه انت بتفكر في ايه وحاسه بيك، بس عشان خاطري يا مختار ما تخلينيش احس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطة، ما تحسيش بذنب. ما انت بتعمل كده على فكرة داليا. اي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قد ايه هي مهمة وقد ايه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست فطنة عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا ولية بره. شاهين ملوش ده. غوري لغزك بالسكينة. انت بتعملي ده كده؟ الواد هيفطس في ايدك. حميني. غوري يا ولية. حمي اسود. ما تخافش. استرجل ياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه. عايزه تحبسني في البيت ده. عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. هقتلها، فاهم؟ الو، ايوه فردوس، مالك؟ ايه؟ ابني. مالك؟ ابني. داليا، داليا. بجد؟ انا هخرجك من هنا. ازاي؟
اللي بدفع لكل الحراسة اللي هنا. هقول لهم سيبوها كده بس كده. سهلة جدا. يلا. يلا عشان تلبسي أحلى فستان عندك أخرجك خروجة تنسي الدنيا بعدها. آه. يلا سيب السكينة دي. خلاص يلا تعالي خلاص قومي. ايوه حبيبي مش هرحمك على اللي عملتيه. سامع؟ مش هرحمك يا فتون. ماشي يلا يلا عشان تغيري عشان نخرجك. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيك. امشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاها. خلاص بقى الواد مرعوب كفايه. كانت عايزه تقتله يا مختار. كانت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامه ربنا ستر وهي ادتني الولد كل شيء. هيا سعد. لا مفيش حاجه الحمد لله. موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركه النهارده. هكلمك انا هجي لك انا. يلا سلام. شركه ايه؟ لا انا عايزه اقعد مع ابني مش هنزل الشركه النهارده. ماشي لو مش عايزه تروحي بكره كمان ما تروحيش بكره. يا ريت استلم كل حاجه واختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو. مش محتاجه بقى اعصاب. لا محتاج. بقول لك انت عايزه تقتل ابني دي مجنونه. ماشي معلش يا مختار انا اسفه عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر لو احتاجتي حاجه كلميني. متشكره قوي يا مختار. شركة اسمها الاتحاد وهي شركة كبيرة جدا في الخليج وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقالها 3 سنين في السوق وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا. فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجودة. احنا هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول وبعد كده نبقى نقولها. بكرة يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتملي. ما أنا عارف. هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. أيوه. أنت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده. بس على الاقل يكون فيهم واحد علشان التوقعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر. انا عايز نقابل صاحبة البيت. اقول لها مين؟ اقول لها محروس. محروس؟
محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. ما نتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. صباح الخير يا فردوس. واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ مدام داليا، في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك، بيقول اسمه محروس. ما قالكيش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي للأمن أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استني، ما ينفعش يمشي. طب أقول للأمن إيه؟ يا مدام داليا، طب أقول لهم إيه طيب؟ يا مدام طب قولي لي طيب في إيه؟ خير؟ هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر ثواني. وفلوس. أنا ههرب. ههرب تاني. طب في إيه طيب؟ طمنيني طيب في إيه؟ أهرب لي. أنا داليا أهرب لي. أنا بأمان هنا، أنا تمام. خد بالك على جوه. حاضر. خد بالك كويس أوي. حاضر حاضر. أيوة داليا. أيوة مختار. إيه في إيه؟ الحقني أنا في مصيبة. إيه فهميني بس إيه اللي حصل؟ محروس بره. اللي واقف قدام الباب لغاية لما جه. بسرعة مختار والنبي. اصبر باشا، افتح يا ابن الباب. مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك. هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش. صح صح. خلاص قابله انت. قابله انت. قابله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقابله. اقابله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقابله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. وما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسلية دي تماما. انا داليا نور، انا مش زينب، انا مش عسلية. استر يا رب. علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك، هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا. انا هجوعك، هخليك تجوعك وتموت.
يا خدامة يا واطية يا ولاد الكلب. افتحوا يا ولاد الكلب، عايزة اخرج، عايزة اخرج. دخلهولي. تقدر تستنى بره. انت مين؟ وجاي هنا عايز ايه؟ ليه؟ عملت فيا كده ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصني. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنت لك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. انا قعدت كتير اقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكدبي عليا يا زينب وتخليني اتجوزك وانت على ذمه راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت؟ ايه الفجر ده؟ لازم اهرب. كوثر هددتني ان هي كانت هتفضحني. كوثر سرقتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك، انا ساعتها كنت تايهه وما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمشي تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله، بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد، بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسألني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. محروس أنا عايزة أعوضك على اللي خدته منك 5 أضعاف. أنت في يوم من الأيام كنت البني آدم الوحيد اللي عاملني معاملة حلوة. أنت كمان ظلمت ولا إيه؟ أوعى أوعى أنت. سيبه يا مختار، سيبه. أنا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس. يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضية بتاعتي، سرقة وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيدة اعمال كبيرة في البلد، محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور.
انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. انا عارفه ان انا غلطت في حقك، وان مفيش حاجه اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. انا متاكده انك بني ادم طيب، وفي يوم من الايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول، بس ما تخلينيش اذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يلا دكال، عايزه اخرج، عايزه اخرج. ايه السرير ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا دكال. قلت ايه؟ عايزه اخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يعوضنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق، مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليك ليل ونهار يا زينب، ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص، محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكان. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى الأساس ده بيعرفوا أنا فين. لا ما أظنش، بلاش الأوهام. أوهام يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف إنك يعني. أنا ليه هالك، في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. مين؟ طارق شاهين، جوزها وأبو ابنها. دي واحدة وخليك تاخد. طارق شاهين، جوزها وأبو ابنها. دي واحدة وخليك تقلق. أنا ههرب، ههرب، هاخد ابني وأهرب من البلد. مفيش الكلام ده. كلم الأمنية يمسكوه، وأنا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. تعالى يا حبيبي. سيبينا اصلا، محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار، ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج، مش هيرضى. ممكن تسمعيني لو سمحتي؟ انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني، يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معايا واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه، امسكي نفسك. محدش هياخدك مني، محدش هياخدك مني. مفيش ضمان. أنا قلت لك قبل كده إن ابني بره. إيه اتفاقنا؟ إحنا اتفقنا إن أنت مش هتقول لها إن أنا بلغك على مكان. بقول لك إيه؟ أنا متأكد إن اللي أنت بتعمله ده وراه حاجة وسخة. شكلها ضحك عليك أنت كمان. إيه؟ بتحبها؟ لازم تبقى عارف إن البني آدمة دي شيطانة. طيب إيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفها. مفيش لزوم للكلام ده. عملنا اتفاق، انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش، بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي.
مش من مصلحتي ان امي بتخش السجن. يا فردوس تعالي شوفي البيه اشرب ايه. بدك تؤمر. ها حضرتك تحب تشرب ايه؟ انت بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوف. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليله شويه. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار انا مختار. اتفقتوا على ايه؟ اطمني. وافق انه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا عشان خاطري. لا يا مختار ابني لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار حرام عليك. شاهين لا يا مختار. خلينا اهرب. اهرب اه. اهرب تاني. انتوا اللي بتعملوه فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. فرصتك ما تهربيش تاني. واذا كان على شاهين ابوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايزين تقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه. واوصل مع الاتفاق انك تشوفيه تاني. لا هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل. صدقيني اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار يلا مليا. لا يلا مليا. مختار لا يلا. لا ابني لا. معلش هتشوفي تاني. روحي يلا حبيبي. مختار الله يخطي مختار. طارق نتكلم. ابني مختار. انت مش بني ادم. انت كان لازم تدبح على اللي انت عملتيه. شاهين انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماهو تعالى. تعالى يا ابني حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني مفيش داعي للتهديد. احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماما. حرام عليك يا طارق. الولد عايزني. حرام عليك. اوعي. حرام عليك يا مختار. سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني. حرام عليك. حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليك. حرام عليك. عايزه أنا طارق شاهين باباك. نروح لجدو. يلا
هو مش هينفع كده يا مختار، المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره، وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. واحنا ايه في سوبر ماركت لشركه، شركه يا مختار، شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد، كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص، يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره، ابنها اتاخد منها، ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه. انا هتصرف، هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفه برضه نزلتي الميه بهدومك يا فتون؟ طب والله العظيم لو قلت لمدام داري على اللي انت بتعمليه عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي، بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش دلي، اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجري يا بت، روحي جيبي لي الوزه العوامه الوزه، وهاتي شاهين يلعب معايا. وزه ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي، انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي، هاتي ايدك. على ما عزك تكنيله خيبانه. انت اللي قويه، اطلعي. ها هتحكي لي عن ايه بقى؟ قولي. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ اصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون، عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح، ما يصحش ده. ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه. والنعمه الشريفه ده انا لو قعدت حكيت لك، خدي خدي قولي، لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وانا اقول لك كل الحاجات. انا كنت مع عبد الحميد في الشركه، روحت غيرت وجيت، في ورق كتير لازم يتملي. انا عايزه ابني يا مختار. بصي بقى، انا عارف ان انت قويه وشاطره واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مره بتعدي منها باقل خسائر. متهيألك انا لا قويه ولا حاجه، انا اضعف بني ادم انت ممكن تشوفها. اللي انت فيه ده هيعدي، انا هساعدك، هنعدي سوا. عسلية. أول مرة تقول لي عسلية. خلاص، اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وأنتي، نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. تاني يا مختار، قلت لك مش هينفع، أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حاسة إني خلاص خلصت، ما عنديش حاجة أديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش، بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز ابقى جنبك، عايز كل يوم اصحى الاقي وشي قدامي بينور لي يومي، وامشي اقول لكل الناس قد ايه انا بحبك. صدقيني يا اختي والنعم. يا ستي والله مصدقاكي. الكعبه الشريفه ما عملت حاجه، انا زي الفل اهو، ما عملتش اي حاجه. هي مية كده ليه؟ زي ما انت شايفه كده، نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى اجيبها. على اوضتك.
عايزه اسالك سؤال بس والنبي. ادخلي على اوضتك يا فتون. انتوا هتتجوزوا امتى؟ يوه. طب انا عايزه اسالك سؤال. اسال. تعالى بس. البت عسليه دي اتجوزت على راشد ثلاثه وجايبه عيل كمان. انا عارف. عارف. يا نهار اسود. تعالي. قتل راشد وجابوه عشان شك فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده. مش هيحصل لك. طيب اسكتي. الحمام. يلا بس انا هخش الحمام لوحدي. خش يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 نخش. يلا انا عايزك بقى تقومي تنقي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجاه. وانا اقول لك ما تغيريش. انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. نقوم نشوف اللي في الحمام دي. يلا يا حبيبتي اخرجي كده كفايه. انا بحب الميه سيبيني. عارفه انك بتحبي الميه. فين انا كده؟ يلا يا حبيبتي اخرجي. حاضر. فين عليك اتكلمتي خالص؟ خلاصي انا اختك الكبيره احترميني. حاضر. انت اختك كبيره ومعقله واحسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. انت عارفه يا اختي انا ليه وشي بغير كده؟ ليه يا روحي؟ عشان انا عشت بوش واحد. كنت بعمل كل اللي انا عايزاه. لكن انتي عشتي ميت وش. انا احسن منك. ايوه. عندك حق. انتي اكبر مني واعقل مني واحسن مني. وانا ميت وش. ايوه. تحبيني يا سلمية؟ انت اختي. انت وحشتيني يا اختي. انت كمان وحشتني يا بولاب. عسليه غني لي ساعات ساعات. اتفضل يا حبيبتي غني ساعات 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 ساعات. عشان ايه رايك من غير ما تهرجي؟ علشان انا اللي باني نفسي. والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره. عايزك تنسي بقى كل حاجه تركزي في كام ساعة اللي جايين دول لأن هما مهمين جدا بالنسبة لي وأعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبة لي. مهمين ليه؟ مش فاهمة. اشمعنى؟ سيبي لي نفسك بس خالص كده وهتفهمي كل حاجة وقتها. اتفضلي.
حلو بيتك غريب. ميرسي. انا اللي عامل شغل مش رسمة بس يعني. امال ايه؟ كل حاجة. لا الاتيليه دي ناس عريانة. أعمل إيه بقى؟ كنت بحب أعمل كده. مش باين عليك يعني إنه يطلع منك كل ده. تشربي حاجة؟ حاجة صافت. على سؤالي. ممكن ايه؟ انا ابتديت احبك امتى؟ صح؟ بصي انت ابتديت تصعبي عليا بعد ما مراد خبطت بالعربيه ومثلت علينا ان انت مش فاكره حاجه. قطعتي قلبي ساعتها صحيح. بعد كده ابتديت ارسمك ساعتها مش قادر ابطل. تعرف ان انا كنت واخده بالي انك حاططني في دماغك من زمان؟ واذا كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقه؟ مش مسألتي يبسطني، كنت واخده بالي وخلاص. مختار انت شايفني ست وحشه صح؟ أكيد لا، أنت آخر حاجة ممكن تتقال عليك إنك وحشة. أنا مش بهرج، أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد، تسألي سؤال زي ده ليه؟ يعني إن أنا ماليش غالي، بغدر، بخون. يمكن أذيت ناس بس ما كانش قصدي أذيهم. كنت دايماً بحاول أهرب من الظروف وبس. كنت بنجي نفسي يعني. أكيد ما كانش قصدي أعمل كل ده. عشان كده أنا بقولك أنت واخد عني فكرة وحشة. خلينا في الأفكار الحلوة. أنت هتشرب بدري؟ هنشرب. أنا لأ، قلت لك عايزة سوفت درينك. طيب ماشي. تعملوا ده؟ ممكن مناديل؟ ماشي. استني هنا هنا، جيب ده.
مختار انا اسفه. اسفه عشان مش هينفع نتجوز. انت تعرف كل حاجه عني. ده انا كل ورقي مكشوف قدامك. بس ده مش معناه ان انا مش عايزاك قريب مني. دي مش انانيه مني على فكره. انا مش عايزه اخسرك. يا مختار احنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا. انا نفسي نفضل صحاب. انا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي. والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي، يعني بيسامحوا بعض. ويمكن اقول لك حاجات اكتر وانت صاحبي، بس وانت جوزي هتفضل دايما فاكر ان انا ممكن في يوم من الايام اسيبك واهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش انت اللي كنت بتقول لي دايما ان انا هقف جنبك واساعدك؟ طب مش انت اللي كنت بتقول لي معاكي فلوس تهربي عشان تحسي بالامان؟ انا فضلت هنا عشان الامان ده كنت حاساه وانا جنبك. صدقني يا مختار المشكله مش فيك، المشكله اصلا مفيش مشكله. انا كل اللي انا عايزاه ان انا احس ان انا اللي عايزه اقول لا وانا اللي عايزه اقول اه. خلينا زي ما احنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجة. أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعاً كان مختار وعدني إنه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح إنه مش كفاية. عشان كده أنا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن إذنكم. سعد. أي فندم. عايزة أعرف كل كبيرة وصغيرة حصلت في الشركة وأنا مش موجودة. أكيد حاضر. أستاذ عبد الحميد. فندم. عايزة أطلع على كل عقود العملاء. حاضر فندم. أنا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟
تقدروا تقولوا يا جماعه ان انا فكرت في الموضوع واكتشفت ان انا مش بالرخص ده. انا ممكن اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس ده هيكلفكم 50% من اسهم الشركه. 50%؟ مش شايف انها نسبه كبيره شويه؟ استنى يا هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهنم بعتك ولا ايه؟ انت برضو تعرف عني كده يا سامح. احنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكه والتنازل، بعدها نص الشركه هيبقى بتاعه. شركه ايه اللي نتنازل لك عنها؟ الشركه مش بتاعتنا اصلا. ما هو لو انتوا عملتوا اللي انا بقوله واتفقنا، نص شركه ابوك هترجع لكم تاني. قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده، معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس، انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده، والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب اتنين يحضروا من مجلس الاداره، مستر مختار، التاني مين؟ لا مختار مش هيبقى موجود معانا، هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي تمام يا فندم، ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا أستاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموماً أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معاك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى، ما عادش فيه لزوم للكلام ده خالص. لا ليه لازم يا مختار؟ أنت لازم تسمعني، أنا خلاص مش عايزة أمثل تاني ولا عايزة أضحك على حد. أنا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حتة استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الأمان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار أنا كنت عايزة أمشي وأنت اللي قعدتني. فاكر كم مرة أنا كنت عايزة أرجع الشركة دي لولاد مراد، وأنت تقولي لأ الشركة دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق، انا كده تمام، انا داليا نور، شركه وفلوس كل ده بتاعي وانا راضيه. حلو كده، بس في حاجه مهمه قوي لسه ناقصاني، يمكن دي اهم حاجه، اني ارجع ابني. تستحالي تتخيلي انا عملت ايه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافيه، انا مش عايزه اضحك عليك، ده انا اول مره احس ان انا عارفه اخد قرار. ده بدل ما تفرح لي انت زعلان. أنا مش عايزة أكذب على حد ولا عايزة أكذب عليك، بس أنت كل حاجة في حياتك كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش أي وجود، إحنا اللي عملناها، ألفناها زي أي حدوتة، ليها بداية وليها نهاية. أنت فكرتني بحد مرة قال لي زمان إن الدنيا دي مليانة حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن، وأنا بقى حظي مجاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس أنا مختار دلوقتي داليا نور،
دلوقتي ممكن يبقى عندي حكاية حلوة. أنا عايزة أفضل داليا. مينفعش تفضلي داليا. أنت عسلية. هي دي الحقيقة. أنا يمكن أكون وسخ بس أنا مش كذاب، وعشان كده لازم أقول لك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك، وأنا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وأنا اللي بعدته عنك. أنا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل إن لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد إيه أنا بحبك. حب إيه يا مختار؟ أيوه أنا كان لازم أعمل كده، كان لازم الحق يرجع لأصحابه. وأنا عملت لك إيه؟ أذيتك في إيه مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي أنا مش عايزاه، وأنت اللي كنت بتقول لي لأ. أنت فاكرة هيفرق معايا الكلام ده؟ ده أنا جه عليا أيام كنت بنام في الشارع. انت فاكر كده انك بتنتقم مني؟ انا اكتر حاجه وجعاني ان انا صدقتك. مختار ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، وسخ، انت كل حاجه وسخه في الدنيا.